أتشرف بتقديم أخي وصديقي وأستاذ العزيز إيهاب عرفان. مهندس مدني بدأ حياته العملية كرائد أعمال سنة 98 في مجال الإنترنت والتسويق الرقمي والتجارة الدولية. قام ببناء وتسويق مئات الشركات على الإنترنت، وأرسل ما يقارب 7 مليار إيميل تسويقي لمنتجات وخدمات في أكثر من 25 دولة حول العالم. تقريباً أكثر حد أعرفه في حياتي بعت إيميلات، وأكثر حد عندي منه إيميلات على الإنبوكس بتاعي. وبالإضافة لذلك قام بالعديد من المبادرات في مجال التدريب وتطوير الشركات. بيشرفنا تواجد مهندس إيهاب عرفان معانا كمديريتور للدسكشن بانل. السلام عليكم. النهارده هبقى معاك في البانل. البانل الغرض منها احنا شفنا امثله لناس انترناشونال وناس ريجيونال عملوا نتائج واستفدنا منهم كتير، انا نفسي استفدت منهم. هنشوف امثله تانية مختلفه شويه لما نتعرف على الاساتذه اللي معانا، هنفهم مع بعض ليه اخترناهم. امير، مين امير؟ اتفضل امير. أشرقت. أستاذة هبة. تفضل. انا بعمل انترنت ماركتنج تقريبا ان هي الحاجه اللي انا بدات حياتي فيها وكملت حياتي فيها. ولما خرجت بره الانترنت ماركتنج كاندستري واشتغلت في الاستيراد والتصدير، كان اكتر حاجه بتميزني في الشغل ما بين الشركات المحليه والعالميه هي ان انا بعرف اعمل ديجيتال كوميونيكيشن. فالمنافس بتاعي كان بيسافر بلد بيركب طياره ويحجز في معرض علشان يقابل واحد يتعرف عليه. أنا كنت ببعت له إيميل وأتعرف عليه. بعمل ديجيتال ماركتينج من أيام لما واحد في القاعة هنا كان بيقول لي يا بابا عمر أقف. عمر كان عنده سنة وأنا بعمل ديجيتال ماركتينج، بس أنا النهاردة جاي أتعلم من أمير. هنتعرف على البانل. أمير نفسك وبدايتك، دردش معايا في 3 دقايق. السلام عليكم، انا امير، عمري 16 سنه. بدات شغل على الانترنت من حوالي 5 سنين بالظبط. الاول بدات الشغل العادي اللي هو الضغط على الاعلانات بي تي سي، اشتغلت مع نيو بوكس والكلام ده، وده كان اول مثلا رصيد يدخل على البيبل بتاعي. بعدها اتجهت كان بالظبط انا اشتغلت 5 سنين، كان عندي 3 شهور كل 5 سنين، يعني كل 5 سنين عندي 3 شهور اجازه بس، لان فتره الدراسه كنت بنقطع فيها عن الشغل وكده. فهو انا كان كل 3 شهور بجرب حاجه جديده. يعني الاول كنت بجرب نيو باكس، بعدها بقيت جربت ان انا ابقى يوتيوبر، بعد كده عملت سوشيال نتورك، بعدها اشتغلت شوبيفاي سي بي اي وهكذا. تقصد كل اجازه مدرسه بتاخد 3 شهور الصيف في اكتيفيتي او ريفينيو سورس معين؟ ممكن نقول نتائجك، عرفنا كده يعني ايه النتائج اللي عملتها في افضل ريفينيو سورس، كانت ايه اللي لقيت فيها سهوله؟ هو افضل حاجه لقيتها ان شغل سي بي اي مع الاجانب. يعني السوشيال نتورك اللي عملتها كان هدفي الاساسي منها ان انا اشتغل ادسنس، بس لما جيت اقدم ادسنس رفضت الويب سايت بتاعي، قالت ما بنقبلش السوشيال نتورك، فقررت اشغلها في سي بي اي وكده وجابت ايرادات حلوه. طيب امير، احنا شايفين الزملاء معانا في القاعه في العشرينات وطالع، مثلا انت اصغر واحد يمكن في القاعه، او كارمن بس هي اصغر واحده، اكيد اهتماماتك والانشطه اللي بتجذب اهتمامك مختلف عن الشباب هنا، وعلى الرغم من ذلك بتشتغل في تقريبا في نفس الريفينيو سورس اللي هم بيشتغلوا فيها. فهل بتلاقي فعلا حاجات تثير اهتمامك تقدر تقرا فيها
جيمز تناسبك، مش عارف اكتيفيتي تناسبك، ولا بتضطر تقرا حاجات هي اعلى منك عشان ترجع تاني تشتغل فيها بنفس النمط؟ ما مش من النوع اللي بيحب الالعاب وكده بقى. انا اصبح كلنا بنلعب يعني، بس الالعاب يعني اقصد في معلومات ممكن تكون انت في دراستك اصلا لسه ما درستهاش. لو انت هسين مثلا ناس بتشتغل في بروجرام تخص مثلا الترافل، تخص الانشورنس، تخص ايتم ممكن ما تكونش انت سمعت عنها يعني، بتجد صعوبه في كده ولا بتقرا بتفهمها ولا بتتعدى الحاجات دي بتعتبرها لا ده مش في سني اشوف حاجه تانية؟ لا لا، هو يعني انا بحب يعني بيبقى عندي فضول اتعلم الحاجه وكده. طبعا بتعلم من اجانب وكده عشان المجال العربي لسه قليل برضو شويه، بس فاجيب ناس يعني كويسه في اي مجال واقرا لها مقاله اتنين تلاته، لو ليها كتاب بحمله. بس احتجت تتعاون مع حد عشان يعمل لك حاجات فيديو، يعمل لك حاجات جرافيكس، ولا انت بتعمل كل حاجه بنفسك او بتستعين بفريلانسر؟ لا لا، انا ما طلبتش فيفر ولا خمسات خالص، مفيش فريلانسر. مفيش ايه؟ مفيش فريلانسر. اتعاملت مثلا مع خمسات؟ مع كله بايدك انت؟ تمام. استاذه هبه، عرفينا برضه حاجه بدايه حضرتك، عرفينا الاول بحضرتك والاكتيفيتي اللي بتعمليها اونلاين. كنت شغاله في اوفيس بس فتره طويله جدا، ما كنتش اعرف يعني ايه ورك بليس اصلا. فبعد الجواز وقعدت في البيت وكده قعدت ابحث على النت لغايه ما لقيت حاجه اسمها ورك بليس، خدت كورسات وعملت موقع واشتغلت على كورسات اوف لاين يعني حضرتك، ولا استمعت الفيديوهات على يوتيوب مثلا او كده؟ لا، خدت كورس مدفوع. اوكي. وتعلمت ازاي اصمم موقع وازاي اعمل اصمم موقع انجلش، وصممته فعلا واشتغلت على كليك بانك. بس كليك بانك عايز خبره كبيره في الاول، فللاسف ما جبتش تحويلات كويسه او ما عملتش كونفرجن، فاتجهت للسي بي اي واشتركت مع عربي ايتس، وابتديت اتعرف ازاي يعني اتفرجت على فيديوهات تعليم ازاي اعمل لاند بيج وازاي اعمل بانر، وعملت حملات والحمد لله حققت ارقام مش بطاله بس لسه يعني في الموضوع. ايه الحملات اللي جربت تشتغلي عليها وعملت معاكي نتائج مثلا كامثله تتذكري؟ اشتغلت ستارز بلاي وعمل معايا نتائج كويسه، اشتغلت على نمشي وعلى وادي ويعني عروض كتير على عربيات. بتجربتك بعد ما سمعت محاضرات الزملاء كده، ايه حاجات لفتت نظرك كنت اريد انت بتطبقيها وسمعتيها منهم انهم كانوا بيستخدموها برضه؟ والله التتبع عموما واللاندنج والبانر، الحاجات اللي الواحد ما كانش يعرف عنها حاجه في الاول، بس كل ما الواحد بيتقدم في السي بي اي بيعرف اهميتها بالنسبه للعرض، اختيار العرض الجيد. والاولاد بقى بيساعدوكي في الشغل ده ولا بيعوقوكي؟ لا، ما بيساعدوني ان يشوشوا على تفكيري. نسمع من اشراقه. انا اسمي اشراقه احمد، عندي 16 سنه، وانا عندي تشانل على اليوتيوب. هو انا الاول بدات يعني انا عندي موهبه التمثيل والغناء والالقاء الشعر، فحبيت انه اظهر موهبتي يعني للناس، فعملت يوتيوب تشانل. في الاول خالص كانت يوتيوب قديمه يعني، وبعدين ما كنتش اعرف اي حاجه يعني عن ادسنس ولا اي حاجه تماما. جيت هنا المؤتمر سنه 2014 ابتديت ان انا اعرف، كنت صغيره شويه كان عندي 14 سنه، يعني في حاجات ما كنتش بفهمها، في حاجات كنت بفهمها كده. لكن هل هي عشان فنيا صعبه ولا عشان لغه مثلا ولا لا؟ هو الاثنين، وعلشان يمكن السن ما اعرفش، لكن في حاجات ما كنتش ببقى عارفاها مثلا، بحاول افهم على قد ما اقدر. وبرضو بقيت ان انا احاول ان انا اعلم نفسي بنفسي واجيب فيديوهات اتعلم منها وكده، وكنت بعمل فيديوهات بس يعني كان ناس قليله هم اللي بيشوفوها يعني. وكان في حاجات ما كنتش اعرف الكيوردز، كنتش اعرف التاكس، كنتش اعرف كل الحاجات دي كلها. بس بعد كده قررت ان انا هعمل يوتيوب شانل جديده. يعني كان تركيزك على الكواليتي بتاع الفيديو نفسه كمحتوى، انما الحاجات التكنيكال بتاع الكيورد والرانكينج الكلام ده ما كنتيش بتعمليه؟ لا. في الفترة دي قبل ما تعرفيها كان بيجي لك فيوز مثلا، بيجي لك ممبر بيشتركوا وبسبسكرايب في الشانل بتاعك؟ بس كان قليل جدا يعني، كان تقريبا 300 بس، كان سبسكرايب 300 بس يعني في فترة كان تقريبا سنتين او سنة حاجة كده، كان 300 بس. لما بتيجي طبقتي بقى الترمز التكنيكال بالظبط وصلوا كام مثلا عندك على دلوقتي حالا؟ انا عندي اكتر من 60,000 سبسكرايبرز.
خد وقت قد ايه بقى في الاوبتمايزيشن من 360,000؟ لما عملت الشانل الجديده عملتها في شهر واحد السنه دي، ومن شهر واحد لحد دلوقتي 60,000 و4 مليون، اكتر من 4 مليون ونص. ما شاء الله. تحولوا لقد ايه تقريبا فلوس يعني لو مفيش مانع يعني؟ والله هو اصلا ادسنس بيحسب لي على كل 1000 ظهور تقريبا 6 سنت، تمام؟ فكل شهرين يعني انا لسه بادئه ان انا اخد فلوس. اول مره خدت فيها فلوس يعني انا بادئه من بدري، من ساعه 2014 اول مره اخد فيها فلوس كانت شهر 5 اللي فات، خدت $100 $175 ف وكل شهرين بيديني $100. احنا شايفين شفت أشرقت عندها موهبة ما شاء الله، بس الموهبة بتبقى جانب مساعد بيتطلب منها برضو بعد كده في فنيات عشان تقدر تستخدم الأنظمة اللي احنا بنشتغل عليها. لما ابتدت تتعلم من زملاء هنا ومن فيديوهات اللي عملته في سنتين تفوقت عليه عشرات الأضعاف في 5-6 شهور. تفتكر أشرقت لو كنت حد من الزملاء هنا كان اشترك معاكي من سنتين كنت تعمل نفس النتيجة أو أكثر؟ كله تمام؟ لو كان من سنتين بدأتي مثلا في 2014 أول إيفنت عمله أرب أفيليت سامت واشتركت مع حد من الزملاء أو حكيت له عن موهبتك وقلت له يا جماعة الحاجات اللي بتعملوها على يوتيوب دي أنا عاوزكم تبقوا معايا فيها، تفتكر ده كان هيسرع النتيجة اللي أنت فيها النهاردة بعد سنتين؟ أكيد، لأن كل واحد عنده خبرة معينة في حاجة معينة. لو كل واحد فينا يعني كل واحد قال الخبره بتاعته او كده او تعاوننا مع بعض اكيد هتبقى في نتيجه احسن كتير. وانا برضو باكد على الزملاء زميلي احمد واستاذ ميرزا لما وضح ان احنا هنا النهارده ممكن كل واحد فينا قد يكون استفاد من وجهه نظره ب 5% من المحتوى اللي اتقال، بس الفايده الاكبر غير 95% ان احنا قاعدين مع 500 شخص عنده مهارات وعنده مواهب ربنا خاصه بيها. فانا باكد تاني ان كل واحد فينا لو اجتمع مع 5-7 افراد ان هو عشان يحسن او يضيف لمهاراته بمهارات الاخرين هيعمل عشرات الاضعاف اللي هو بيعملها لوحده. خصوصا يا جماعه احنا بنتكلم على مع تفاوت الاعمار كلنا شغالين في نفس المجال، بس اللي عاوز اقول انه كل ما هتكبر في السن طاقتك للتنفيذ هتقل، افكارك هتبقى اقوى، خبراتك هتبقى اعلى، ولكن الطاقة بتاعت البني آدم بتقل. إنما إمكانيتك إن أنت تقدر تدير الموضوع ده مع عدد من الأشخاص بيخليك تعمل عشرات الأضعاف. فمهم في خلال اليومين اللي إحنا في المؤتمر فيهم دول النهاردة وبكرة نبقى تركيزنا إن إحنا نتعرف مع بعض أكتر، وكل واحد يحاول يحكي مع زميله بيعمله ما يخافش إنه ياخد منه المعلومة أو غيره، لأن ربنا سبحانه وتعالى باعت لكل واحد رزقه. بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا مع الشريكين إن لم يخن أحدهما الآخر. يعني انت لو داخل بنيتك مع صديق او مع زميل ان انت تضيف له ما عندك وهو يضيف ما عنده هتعمل له نتائج اكتر، وان هو لا قدر الله خانك انت رزقك موجود. تمام؟ طيب امير نفس السؤال، انت النهارده قلت لي انت بتعمل كل حاجه بنفسك، الجرافيكس والفيديوز والكلام ده كله، تفتكر انت كنت موجود من 2014 صح هنا؟ حضرت اول ايفنت؟ هو 2014 كان عندي ظروف في اول ايفنت فما عرفتش اجي. اوكي. جيت 2015. طيب لو انت جيت 2015 ده وقت مطبق اللي انت عملته ده مع زملاء كانت النتائج هتبقى هي ولا اكتر ولا اقل؟ هو اكيد يعني كل واحد ليه حاجه فاهم فيها. يعني انا مثلا معظم شغلي فري ترافيك، حد تاني عنده بيت ادفرتايزنج مثلا ممكن يضيف حاجه، فمثلا اللي كنت اعمله في سنه ممكن اعمله في 6 شهور. بالظبط. انا كان ليا حديث من اعتقد 3-4 شهور مع امير كان بيحكي لي انه عمل نجاحات وطلب مني ما اتكلمش على الارقام ولا اتكلم. بس ارقام يعني ناس كتير من هنا تحلم انها تعملها، وكان واقف في حته بسيطه جدا. هو عمل زي ما قال كده الجرافيكس بنفسه، الفيديوز بنفسه، عمل كورسز على يوديمي، عمل كل حاجه اي حد فينا يحلم يعملها. وقف عند حاجه صغيره جدا انه كان سنه ساعتها لا يسمح انه يبقى معاه حساب بيبال عشان يستلم الفلوس، عمل حساب بيبال عشان يعدي المرحلة دي، وكتب ان عنده 18 سنة او 21 سنة، وجي ساحب السحب الفلوس قالوا له عاوزين البطاقة. هو ما كانش لسه طلع بطاقة. مين هنا معاه بطاقة يا جماعة؟ مين معاه بطاقة؟ مين معاه بطاقة يا جماعة؟ بطاقته كلنا.
يعني امير لو كان بس اجتمع مع حد هنا وقال له انا بعمل كذا وكذا بس مش هعرف استلم الفلوس تعالى معايا وليك نسبه كانت حلت. الراجل ده كان عزمنا كلنا كده ببساطه النهارده يعني يا جماعه. امير هل تفتكر انت نزلت عن قرارك برضو ان انت تشتغل لوحدك ولا تفكر انت تضم زملاء هنا تتوسم فيهم الخير كده وانا كان اصلا بتقول لهم انت بتكسب كام يا امير؟ لا هو حوار التيم انا كنت من زمان بدور على التيم بس المشكله ان هو مش هيقدر يظبط مواعيده على مواعيدي لان انا بشتغل 3 شهور بس فهو واحد ماسك بيت مثلا مش هيفضل يشتغل 3 شهور بس وهيقف فهو هيبقى مشكله ليه مش مشكله ليه. لا خليني اعملها بالعكس انت اللي مش فاضي غير 3 شهور مش هو يعني انت لو اشتغلت معاه 3 شهور وسبته هو يكمل بقيه السنه باتفاق ما بقى انت مشكلة. عندك البيزنس بتاعك شغال هو البيزنس بتاعه شغال ماشي مفيش مشكله وبعدين عندي ما عاوز تقول انت بتذاكر ال 12 شهر 9 شهور يعني يعني امير باباك مش هنا يا امير قول لي انا بابا يا حبيبي. لا بيبقى ما اللاب متاخد ليه اللاب مسحوب مني بالظبط يا جماعه حد يا تبني. وبعدين حتى دي يا حبيبي زميلك هيجيب لك لاب تاني ما توقفش عند المشكله حلها يا امير. استاذة هبة نفس السؤال يعني في زملاء هنا او زميلات افاضل اعتقد ان هم ممكن لو تشاركتوا او التواصل بان انتوا تتعاونوا بالفكر بتاع حضرتك وبالمهارات بتاع كل استاذة هنا اعتقد النتائج هتبقى اكبر بكتير صح؟ والله يعني نفسي من زمان اللي انا عملت تيم ورك حاسه ان ممكن انفذه في سنه ممكن انفذه في شهر او شهرين بس المشكله ان فعلا يعني الستات نسبتهم قليله جدا من الشباب. الستات اللي عندها استعداد تتعاون مع استاذه هبه ما موجودين وصلنا مين بقى يرفع ايده ما حدش الستات احنا ستات ها مين تاني عاوزين 10 رافعين ايديهم اهو مين تاني اهو استاذه هبه موجوده معانا يا ريت يعني ده منفعه متبادله وده الهدف برضو اللي احنا جايين عشانه. لا انا بعتبر ان ده اسهل حاجه ما رجاله كتير قصادنا انا عاوز اطلع اناقه بقى لا نصل للتسهيل عشان التواصل عشان هي ربة منزل التواصل المستمر مش هينفع يحصل مع رجاله فالاسهل اللي هو من بني جنسها يعني انما انا اقصد طبعا التعاون مع كل الناس كلها زملاء فاضل بس انا بتكلم ان هي ممكن تكون في ظروف قد ايه حد يتفاهم الظروف دي في المواعيد او في الارتباط بالاولاد وغيره ما يحسش ان حد معاه وقت تاني يعني بالعكس ده ممكن يفيد دورها كربة منزل وسيده فاضله يعني. اشرفت القناة بتاعتك على اليوتيوب تقريبا فيها كم فيديو لحد دلوقتي؟ تقريبا 47 وجي من 47 ل 60 ألف مشترك تفتكروا تحتاج سقفة كمان؟ أنا ديت مختصر للزملاء معانا وحابين حضراتكم أسئلة ليكوا أعتقد هم مش هيمنعوا يعني ما عدا أمير مش هيقول هو بيكسب كام يعني ما حدش قاله خالص يكسب كام ما حدش يقول السؤال ده مين عاوز يسأل عاوز يكسب كام مهندس هاب ممكن دقيقة نعرض بس فيديو من فيديوهات أخرى على المسكين اوكي صورة على انستغرام والفيسبوك من كام يوم كده وانتوا كتبتوا لي تحدياتكم فخلينا نشوف ايه هي التحديات بصراحه معظمها خلينا مش هقول ان كله يعني بس بقول ان في حبه بس يعني كاتبين لي تحديات ما ينفعش تتعمل او انا لو عملتها هطلع على المستشفى على طول اقعد هناك وما اخرجش فانا حاولت ان انا اختار التحديات اللي هي تكون شويه سهله وانا اعرف اعملها وما تضرنيش يعني لان انا كنت حتى كاتبه في البوست اللي انا كاتباه حاجه ما تضرش بيا بس انتوا كتبتوا لي في حاجات فظيعه بصراحه يعني مش الكل طبعا في ناس كتير قوي كاتبه لي تحديات معقوله وحلوه جدا فخلينا نبدا ونشوف اسفه اذا ما كنتش اخترت تعليقك او تعليقك لانه اكيد الفيديو هيكون طويل وكمان ممكن يكون التحدي كان صعب او حاجه فمش عارفه. تسنيم الغندور بتقولي اتحداكي تقولي الصفحة 7 صعبة 10 مرات او خالتي عملتلي بسبوسة بالسمنة والسكر 5 مرات
لا هقول خالتي عملت لي بسبوسه بسنة سكر لان الصفحه السابعه صعبه. لا صعبه. اوكي 5 مرات. خالتي عملت لي بسبوسه بالسمنه والسكر. 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 سهل على فكره. في تعليق من البسبوسه اللي بره دي كانت بتاعتك يا باشا. يعني في بسبوسه بره دي بتاعتي بيحبوني قوي. لا ده كان عينه من شكرا يا شباب. الفيديو ما كملش اقل من 30 يوم وكان الفيديو كان نازل بقاله 30 يوم وعدى 500,000 مشاهدة. شفت تأثير البسبوسة بتاعت أشرفة؟ أسئلتكم؟ ثانية ما تيجي هنا يا محمود يعني. مدام هبة اللي أنا عرفته إن البداية كانت صعبة وهو اللي كان بيمولها وكان ضد الفكرة وفضل وراها لحد ما بيدعمها الميزانيه اللي هي بتصرفها طلع من جيبه. هو في الاول كان ضد الفكره وفي النهايه مره في الثانيه في الثالثه لحد ما بقى هو اللي بيدعمها في شغلها لحد ما هو دلوقتي عايز يشتغل افيليت. فممكن في دقيقه بس نسمع منه ايه الموضوع يعني. اتفضل يا فندم استاذ الاستاذ. اسم الشريف. هو في الاول لما اتكلمت معاه في الموضوع ما كنتش مقتنع تماما. انا راجل مدرس طول عمري اعرف ان الشغل بروح الشغل ده عشان اقعد اخر الشهر ما اعرفش اقعد قدام الكمبيوتر واطلع فلوس. فكره كانت بالنسبه لي غريبه. فلما لقيتها ان هي مصممه على الموضوع وعندها اراده وعندها انا شايف ان فيها طموح كبير فوقفت جنبها وعمل وخد الكورس مدفوع اكتر من مره وخسرنا كتير جدا وكنت بروح ادفع الفلوس في البنك وانا مبسوط. هي مش خسائر هو استثمار. الله اعلم. لا ما انت شفت النتيجه إيه بقى ما احنا عرفنا اللي فيها يعني. لا ما هو كله ده لسه الكلام ده من شهرين الحمد لله ربنا كرمنا. تمام. لكن بقى لنا سنتين بدفع من جيبي. لا احنا عاوزين نهدي النفوس يعني جايين نهدي النفوس. لا والله بجد انا كنت سعيد جدا لان انا كنت شايف ان مراتي فعلا بجد عندها طموح وواثقه من نفسها كويس جدا. وعندها هدف عاوزة توصل له يعني من نوع ان في هدف بتوصله فلازم توصل. وانا النهارده بجد سعيد جدا بيها وقدرت فعلا تغير فكرتي عن الموضوع اللي انا كنت مش مقتنع بيه وكلمت السوبر افليب بتاعها وعملت لنفسي اكونت للشركه اللي هي موجوده فيها وبدات فعلا اشاركها في شغلها نفسه. بقيت اختار معاها البدرات بختار معاها التكستات بنختار مع بعض العروض حاجات كتير قوي بنعملها دلوقتي مع بعض يعني. وراء كل سيده عظيمه زوج عظيم. متشكر. شكرا. اتفضلي يا شيخ. هو يعني انا ما فيش حد مثلا بيساعدني في المونتاج ما فيش حد بيساعدني في اي حاجه هو انا اللي بعمل كل حاجه بنفسي. من البدايه انا ابتديت ببرنامج مونتاج يعني ما كانش في اي امكانيات خالص بصراحه وكنت بتعب فيه جدا وكنت بقعد لو مثلا فيديو دقيقه كنت بقعد باليوم واكتر من يوم عشان اخلصه. وابتديت بقى بعد كده ان انا اعلم نفسي بنفسي واشوف فيديوهات ومن برنامج لبرنامج احسن ومن برنامج احسن وهكذا لحد ما بقيت اعمل مونتاج بتاع القناه بتاعتي دي. وعلى فكره القناه بتاعتي ما فيهاش تحديات زي كده بس فيها نصايح وفيها كل حاجه وفيها حاجات كمان يعني بتمس الواقع مثلا حاجات في ناس كتير بتعملها مثلا في حياتها او كده فدي بعملها فبقت تمس الناس فعشان كده بقوا يتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي. انا ضمنوا دي مبادره ان تقولي لحد عنده استعداد تعاون معاكي في مونتاج الفيديو وتركز انت على الكونتنت اكيد هتفرق صح؟ طبعا. دعمكم ومشاركتكم الاشراق عليكم. اسئلتكم؟ اتفضل المايك. اتفضل. سؤال معين بس انا عايز اقول كلمه صغيره بس. المفروض شغال في المجال في الاونلاين. قرب المايك بعد اذنك. المفروض ان انا شغال اونلاين من فتره كبيره جدا
كنت حاضر في قمه الافليت اول مره 2014 وكانت مثلا اشرقت ايوه. ففي وقتها كنت شايف انها صغيره وكانت فاكر بالتحديد لما شفتها دلوقتي افتكرت ان هي قامت وسالت حد من السبيكر سؤال. فتقريبا السؤال ده كان سؤال بدائي جدا وتقريبا معظم الناس كانت مفيش سؤال بدائي. هو السؤال يعني قيمه ليها ساعتها معاك ممكن تخبرتها كمان. السؤال كان بدائي بالنسبه للناس كتير حتى بالنسبه لي يعني. ففي ناس ضحكت وانا كنت من ضمن الناس اللي ضحكت على السؤال يعني مش مكان اللي يتقال في سؤال زي ده. فعدت سنتين وانا دلوقتي شايف يعني ساعه شفت سبيكر. فدي حاجه تدل ان يعني انا ما اتحركتش من مكان ان انا شغال بقالي 6 سنين او 7 سنين زي ما هي متحركه دلوقتي. فانا عايز اقول ان هي مثال حي قدامي دلوقتي. اشكر لك اولا شجاعتك الادبيه للتصريح ده ودعم الشباب. انا عايز اقول ان بيعمل حاجه بيعملها والمشكله فينا احنا مش في الصعوبات اللي بتقابلنا والكلام ده كله. المشكله فيها يا جماعه هو ده اللي عامل مشكله. اللي لف عليا بقى عشان بعد كده شويه وعايز اتسال انا اتحط عليه. اشكرك. بشكرك يا جماعة وإن شاء الله نشوف أشرقت بقى. في جايزة هنا شكلها في جايزة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بغض النظر عن يعرفنا انا مين ولا مش مين، انا تخصصي الدقيق الفيديو اديتنج والموشن جرافيكس واللايف ستريم. اي حد من حضراتكم هيحتاج فيديو اديتنج، كلر كوركشن، كلر جريدنج، لايف ستريمينج، انا بتعهد قدام الحضور هعمله فري ايا كان العدد وايا كانت المده. شكرا. شكرا استاذ محمد ديب سفير بايونير في مصر.